ونحن نعلم بطبيعة الحال على أن الصحف تشترى بالمال. كل الصحفيين أولا لا إخلاص لهم، وأنا أسيء الظن بالصحف 100%. كل صحف العالم لا أستثني منها واحدة إطلاقا ولا أخجل من أي إنسان، كلها كاذبة ومزورة وليسمع الناس الواحدة. وكلهم أيضا شنو دنيويين، وكلهم تجار. وأنا أعلم صحف لبنان اعتيادي، تجي سلام عليكم أنا أشتري منك صفحة واحدة، هاي فلوس. أنت شيوعي، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، فتنتسب كل صفحة إلى جهة ويكتب فيها ما يشاء، حتى لو إلحاد، حتى لو وجودية، حتى لو أي شيء مما دب ودرج ومما سفل وعلا يكتبه في سبيل المال. لا حياء له ولا دين له ولا إنسانية له. أي صحفي تقريبا هو هكذا، ليس إلى هذه الدرجة، ولكنهم مع ذلك كلهم دنيويون وكلهم تجار وكلهم لا إخلاص لهم. لكن أغلب الصحفيين في العالم أنقص من هذا بعد. فإذا كان المطلب هكذا، ما أسهل على سيد محمد الصدر وأعداء سيد محمد الصدر أن تشترى الصحافة بالمال، وعلى الحكومات الغربية والشرقية أن تشتري شنو؟ عداوة سيد محمد الصدر بالمال. فمن هذه الناحية بالإمكان ملء الصحف. والناس مدري يا حبيبي، بعيدين لا يعلمون من هو سيد محمد الصدر ولا تاريخ حياته ولا كذا وكذا، الظروف العجيبة الغريبة التي عاشها هنا. طبعا سذج من هذه الناحية، رأسا يسمعون اسم الملطخ بالسواد، جزاهم الله خير الذي يقولون على أنه شنو، على أنه مو خشعني، ويسبوا بعنوان أنه مو خشعني.